السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي هود الصقري، اختصاصي هو جراحة عظام، خريج جامعة سلطان قابوس من 2007. لدي خبرة 11 سنة في تخصص جراحات العظام، خريج مجلس الاختصاصات الطبية تخصص جراحات العظام في من 2016. مهتم بجراحات العظام وجراحات الكسور وأمراض المفاصل، وعندي اهتمام بجراحات المناظير بالأخص مناظير الركبة، مثل جراحات الرباط الصليبي الأمامي وجراحات الغضاريف الهلالية. نحن في ستار كير نعطي حقن للركب والمفاصل، ولدينا الجراحات المتقدمة المناظير وجراحات المعدات من ألمانيا ومن أمريكا. نحن في ستار كير نفحص بعناية ونعالج بدقة. نحن في ستار كير نهتم بكم.